هذه واحدة من شواهد الحرب في تعز، المجمع القضائي، حيث حدثت أكبر جريمة بحق القضاء التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بالمحافظة. هنا ما تبقى من أجزاء هذا المبنى الذي ظلت الميليشيات تستهدفه بشكل مباشر بمئات القذائف والقصف المدفعي ملحقة به كل هذا الخراب. محاكم تعز من ضمن المؤسسات والجهات التي تعرضت للدمار بسبب الحرب وبسبب العدوان على تعز. دمار المحاكم الحكومية اضطر السلطات القضائية في تعز إلى استئجار مقرات بديلة. هي مقرات لا تصل إلى أن تكون محاكم حقيقية، ولكن الضرورة أجبرتنا ذلك. نأمل البديل لذلك من الجهات الأمنية أن يقوموا بترميم مقرات المحاكم السابقة. كان هذا المبنى عبارة عن مرجعية للسلطة القضائية في محافظة تعز، حيث يضم كل الشعب الاستئنافية والإدارة والأقسام وتتبعه 19 محكمة ابتدائية والآلاف من الملفات والسجلات القضائية التي أتلف جزء كبير منها بفعل الحرائق التي تسبب بها حرب الميليشيات. المباني القضائية تعرضت لكثير من الدمار والخراب، وقد تم وصولكم إلى مقر المجمع القضائي في جبل قرة، ولاحظتم مقدار الدمار الذي أصاب ذلك المقر، وهو مقر يضم محكمة الاستئناف ونيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية. حاولت الأجهزة القضائية استئناف أعمالها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث بادرت باستئجار مبنى تمارس من خلاله مهامها نظرا للضرورة الملحة التي فرضها واقع الحرب، وهو ما استدعى نقل ما يزيد عن 15,000 سجل وقضية من المجمع القضائي وحفظها لدى الأجهزة المتخصصة. خلف قصف الميليشيات على هذه المؤسسة دمارا كبيرا، إذ لم تكن وحدها التي تعرضت لهذه الجريمة، فالمعلومات تشير أيضا إلى تعرض المحاكم في بعض مديريات المحافظة إلى نفس الدمار، وهو ما يضعف المهمة أمام السلطة القضائية. حمزة أمين، قناة بلقيس.